يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة. درسنا هذا اليوم حنتعلم فيه أساسيات اللغة الفرنسية. كل طالب متعلم ويرغب بتعلم اللغة الفرنسية يجب أن يتعلم أساسيات اللغة الفرنسية. هذه الأساسيات هو الاسم. عندنا احنا عندنا الاسم في اللغة الفرنسية، يا أما يكون اسم شخص أو اسم شيء أو اسم يعني اسم حيوان. هذا الاسم إذا كان مفرد مذكر ينسبق بأدوات معينة، وإذا كان مفرد مؤنث أيضا ينسبق بأدوات معينة، وإذا كان الاسم جمع أو الاسم مفرد يبدأ بحرف علة. أولا نأخذ أدوات النكرة. أدوات النكرة الأختيكل ديفيني عندنا. أولا الآن تسبق، يعني هاي أداة نكرة تسبق الاسم المفرد المذكر. هذا الاسم كان شخص أو شيء أو حيوان، لازم هذا الاسم يكون نكرة، مثل كلمة ان ليفغ كتاب. ما يصير باللغة الفرنسية نكتب كلمة ليفغ لحالها، يعني لازم تنسبق ان ليفغ كتاب، مثل ما نقول ابوك باللغة الإنجليزية. ان ستيلو قلم، ان ستيلو. انوم رجل، انوم رجل. عندنا الان، هذه الصفة أداة نكرة تسبق الاسم المفرد المؤنث. مثلا نقول إين فوتو، إين فواتيخ سيارة، فوتو صورة، وإين فام امرأة. إذا كان الاسم نكرة الاسم جمع فنعرفه من الاس، يعني الدي الحرف الصحيح الأخير ما يلفظ في اللغة الفرنسية، دي تسبق الاسم الجمع. هذا الاسم سواء كان الاسم مذكر أو مؤنث، مثلا دي ليفر كتب، دي فوتو صور. هنا عندنا الأختيكل إنديفيني أدوات النكرة، الآن والإين والدي، صارن ثلاثة. آن ليف كتاب، آن غير مسطرة، والجمع مالتها هو هذا الاسم يجمع بالإيس، مثل ما هنا عندنا إيس إيس. وهذا الآن آن أصبحت دي، يعني دي ليفر آن الجمع مالتها دي، والإين الجمع مالتها أيضا دي. يعني إحنا لما عندنا الاسم يكون جمع مو مشكلة نعرفه مذكر أو مؤنث، لأن لما أكو بي إيس نختار الكلمة اللي أيضا تكون بها إيس، اللي هي تكون أختيكل إنديفيني. نيجي على أدوات المعرفة. أدوات المعرفة أختيكل ديفيني، أختيكل ديفيني يعني معرفة. اللو أيضا هذه تسبق الاسم المفرد المذكر. هذا الاسم أيضا يكون شخص أو شيء أو حيوان، لكن شرط أن يكون هذا الاسم معرفة. مثلا لوليفغ، قبلها بقليل قلنا آن ليفغ، هنا صارت لوليف كتاب، الكتاب. لوستيلو القلم، لوم الرجل. هنا عدنا نلاحظ، هاي لازم نلاحظ، هنا نقول ملاحظة هنا، ليش هاي صارت بهالشكل؟ هذا ليش صارت بهالشكل؟ لأن هنا احنا عدنا هذه، لأن كلمة أوم تبدأ بعلة، تبدأ بعلة. فإذا كانت الكلمة في اللغة الفرنسية تبدأ بعلة، يعني يصير علة بعلة، نحذف الحرف العلة الأول ونخلي هاي العلامة. الرجل تسبق الاسم المفرد المسبوق بحرف علة. حروف العلة هاي باللغة الفرنسية ذني باللون الأحمر، الاتش والواي، الإغريك يسموه والاتش يسموه آش، هذني يعامل معاملة العلة، يعني نحسبهن حساب العلة. هاي حروف العلة، الآ والإي والأو والأو، وهذا حرف الأ يعني هو اليو. نيجي على الحالة الأخرى، اللا، الـ A-L-I، اللا تسبق الاسم المفرد المؤنث. لا فوتو الصورة، لا فواتير السيارة. اللي للجمع تسبق الاسم الجمع المذكر والمؤنث، شخص شيء أو حيوان. لي ليفغ الكتب، لي ليفغ الكتب. هذا الحرف هذا بس أسوي هذا خليه بمكانه، يعني أحذف الـ L أسوي D، ها يصير دي ليفغ، يصير يعني شنو كتب، كتب هنايا الكتب، لي ليفغ الكتب. صورة هنايا صور جمع بالاس، فهنايا اللو صارت لي، لي فوتو الصور. واذا اريد نقول صور لازم هاي يصير هذا الحرف ال، هذا الحرف يصير حرف الدي، يعني يصير دي فوتو صور. هنايا معرفة. فذني ادوات المسكولان يعني مذكر، ذني للمذكر اليو ان واللو، يعني ايل هو تسبق مثلا هذا شخص.
نقول إيل هو أو نقول علي. المؤنث الفام الفامنة إين ولا وأل، أل يعني هي، أل هي. هذه هنا، هذا عندنا هنا من الكتاب السنجولير يعني مذكر سنجولير المفرد، وهنا بلوريال الجمع، الآن والإين واللو واللا، هذين حروف العلة اللي ذكروهن، هذين حروف العلة دفون تبواي الأمام، هاي الدي واللي للجمع يعني بيهن إس. هنا عندنا الفامنة اي بلوريال المؤنث، آن ليف كتاب، جمع مالته صارت دي ليف، آن فوتو صورة صارت دي فوتو، آن جولي ليف كتاب جميل دي جولي يعني جولي جميل، يعني هذه صارت جمع، الآن صارت دي، هنا جولي جميل، هنا ضفنا لها إس والكتب ضفنا لها إس، آن جولي إن جولي فوتو يعني صورة جميلة أيضا دي جولي، فهنا هاي ضفنا إس، هنا ضفنا إس، وهاي الآن أصبحت دي. أيضا من الكتاب عندنا ذني بالكتاب كلمات اللي على مود نعرف معانيهم اللي كتبوهن يعني أفضل، آنوم رجل، إن فام امرأة مؤنث، هذا مذكر ينتهي بالإي لكن هو مذكر عرفنا من هاي الأداة، إن فام امرأة، آن غارسون، غارسون يعني ولد، آن في، في فتاة، آن أنفو طفل، أنفو طفل، آن كادو هدية، آن ستيلو قلم، آن ليف كتاب، آن كاية، كاية يعني دفتر، كاية دفتر. هذا عندنا تمرين بالكتاب موجود، تمرين شوازي اختاري، اما تخلي يو ان او يو ان اي. هنا نعرف خلينا شو سيغ، هنا كلمة اتوديو ما بها اي يعني مذكر، خلي هاي او اي، ميسس يان بها اي يعني موسيقية، خلي يو ان اي، ان امي بها اي ايضا نخلي اللي بها اي، ادغيس عنوان هذه الاختيار مالتها، شارع ايضا كلمة شارع، اباختمو شقة، اباختمو ان اباختمو شقة، الغو شارع ايضا نخلي لها اين لان شنو شارع مؤنث بها اين، يا اما نخلي ال اي لو او لا او هذا الابوستخوف يعني قبل العلة، بلاس مكان بي اي نختار اللا لا بلاس، افونو شارع او جادة شارع ايضا بها اي نختار اللو، شونتير مغني ما بها اي فنختار اللو يعني مذكر، ف اريد تميزون بين هاي الاين للمؤنث وهاي اللو للمذكر، هاي للمفرد المؤنث وهذه للمفرد المذكر، لان هاي نكره مؤنث وهذه نكره مذكر، هذه معرفه مذكر وهذه معرفه مؤنث. الامي صديق ما به اي، الامي صديق لكن تبدا بعله نختارها هذا ابوستروف لو. بخونو اسم او ضمير وهذا اسم اثنيناتين سبقا باللو، هذا المسيسيا ما بيها اي يعني مذكر ايضا لو، وسكرتير سكرتيرة مؤنث نخلي لها لا. عندنا الادجكتيف بوسيسيف صفات الملكية، صفات التملك، صفات الملكية في اللغة الفرنسية، صفات هذا نقراها تسبق الاسم يعني حالة حال ادوات النكرة، يعني اذا كان الاسم مفرد مذكر او اسم يكون مفرد مؤنث او يكون جمع. ال M O N مون تسبق الاسم المفرد المذكر، لكن شنو الملكي بمعنى ملكي، مون ليفر، مون ليفر قبل قليل قلت آن ليفر ولو ليفر، هنا من أقول مون ليفر يعني كتابي، مون ستيلو قلمي، مونامي صديقي، مونامي صديقي. الما تسبق الاسم المفرد المؤنث، هذه زايدة راح نحذفها هسه هنا، أوكي الاسم المفرد المؤنث، ما فوتو صورتي، ما فواتير سيارتي، ما مير أمي، مي تسبق الاسم الجمع المذكر والمؤنث، مي ليف كتبي، مي فوتو، مي فوتو صوري، مي ستيلو أقلامي، واضح مي ستيلو أقلامي. هنا عندنا هذا الجدول نتبع عليه، إذا كن ضمير الفاعل جو أنا، جو أنا، مون بير أبي يعني أبي، ما مير أمي، مي بارو الوالدين أهلي الأب والأم، مي شوسور، أوكي هنا هميا هذا الاسم. إذا يكون ضمير الفاعل تو أنت، توم بير أبوك أنت، هنا أقول ويا جو يكون مون، مون ويا تو تون بس الحرف الأول قاعد يتغير، أيضا هنا بس الحرف الأول،
ما ميغ أمي، تا ميغ أمك أنت إذا كون ضمير الفاعل تو. تي بارون والديك أنت، مي بارون والدي أنا الأب والأم. إيل هو إل هي، سون بير أبوه هو أبوه، سامير أمه أو أمها، سابارون الوالدين. إذا يكون ضمير الفاعل نو نحن، نوتخ نو التملك مالته يصير نوتخ، نوتخ بروفيسور أستاذنا، نوتخ ميزون منزلنا بيت، يعني هاي النوت تستعمل للمذكر والمؤنث. نو جمع يعني نو بارون أهلنا، نو فامي عائلتنا أو أسرتنا. الفو إذا ضمير الفاعل فو صير فوتخ يعني يور، فوتخ بروفيسور أستاذك، فوتخ ميزون منزلك بيتك، فو بارون والديك أو أهلك. وهنا اللاغ أساتذتهم، لاغ بروفيسور ولاغ ميزون ولاغ بارون أهلهم. نجي هنا توضيح بعد نفس الكلام. هنا يدات الضمير الجو والتو والإيل. إذا جو أنا ضمير المالك مالته ويا جو سرمون ويا وما إذا مؤنث ومية جمع. هذا الجدول أقرأه بشكل. وإذا ضمير التو أيضا يصير تون تا تي، نو نوتخ نوتخ نو، فو فوتخ فوتخ واي فو جمع. هنا شو أقول؟ هنا أقول جو في، هنا الملاحظة. إذا جو في أمون إيكول يعني أنا ذاهب إلى مدرستي، مون إيكول مدرستي. طبعا هاي المدرسة مؤنثة، لكن ما يصير نخلي لها ام اي، هذا ما ما يصير نخلي لها ما، هي المفروض ما. لكن الاسم المفرد اذا كان مؤنث او مذكر يبدا بعله، نسبقه بالمون، نسبقه بالمون او التون او السون، يعني ذول ثلاثتهم يرهمون يجيبون بس واحده من عندهم. ليش؟ لان اذا اخلي هنا ما راح يلتقي عله بعله، يعني اخلي هذه راح يلتقي عله بعله وما يصير. هاي باللغه الفرنسيه ملاحظه، قل ولا تقل. لا تقول جو في اما ايكول، لا تقول انا رايح الماء، لازم شو تقول؟ مون ايكول. ما يصير تقول جو غارد تا ايما ايماج، انا اشوف صورتك. تون هنا سيزامي، هدى ام سامي، هدى تحب صديقتها، هدى ام سامي. هذا التمرين علي، هذا التمرين عادي. هنا نجي بعدها الى صفات الاشاره، الادجكتيف بوسيسيف لدموسخاتيف، هنا دموسخاتيف يعني صفات الإشارة. عندنا السو والسيت والسيت والسي. السو تستخدم للمذكر، يعني هذا تسبق الاسم المفرد المذكر، وهي مثل هذا ذاك ذلك في اللغة العربية. شو نقول مثال؟ نقول سو غارسون، هذا الولد سابيل علي، لأن هنا رح يجي فراغ، هنا يكون الفراغ هالشكل، هنا يكون فراغ، هذا يعني فراغ. هنا لأن مفرد مذكر نخلي سو، إذا مفرد مذكر نخلي سو. سو ليفغ هذا الكتاب أيضا، سو ليفغ هذا الفراغ هنا، يعني كلهم يعتمدن على الكلمة اللي بعد الفراغ. سو ستيلو هذا القلم. هاي السيت اللي هي هاي ثانو، هاي ثالث واحدة السيت، تسبق المذكر تستخدم أيضا للمذكر، لكن في حالة الاسم المذكر يكون المبدوء بحرف من حروف العلة، خلي لها هاي السيت. وهاي الحروف العلة ذكرناهن، هاي الحروف ذكرناهن، هاي الفوايل أوكي مثل ما ذكرناهن، وياهن الآش، وياهن حرف الآش. سيت أغبغ هذه الشجرة، هنا حيكون فراغ، كلمة الشجرة سيت أغبغ هذه الشجرة. سيتوم هذا الرجل، سيتوم هذا الرجل. انفو طفل، سيت انفو هذا الطفل اذا مذكر. سيت اباختمو هذه الشقة، هذه الشقة. اكسرسيز يعني او اكسلون، جوفو ريميرسي دو سيت اكسلون غوبا، انا اشكرك على هذه الوجبة الجميلة. إذا لا نقول، ما يصير نقول هذه الكلمة، هذه خطأ، هذه نقول سو، هنا ما يصير نقول سو، لازم نقول سيت، أوكي؟ هذه هنا ما يصير نقول هالشكل، لأن حرف علة. سيت
تستخدم للأسماء المؤنثة، الأسماء المؤنثة. هنا الاسم المؤنثة، هذا الاسم يكون المؤنثة الفاعله، وهي تعني تلك في اللغة العربية. ست، هنا ايش راح نقول؟ ست في هذه البنت، ست ايكوال هذه المدرسة. كلمة مدرسة تبدأ بعلة، ما يصير نخلي لها هنا يعني هاي اللي يعني ما يصير نحذف ذولا، لأن احنا قلنا ست الأولى، ست الأولى تستخدم إذا تكون الكلمة مذكر وتبدأ بعلة، خلي لها سي اي تي، ست هذه المدرسة. إذا جمع بعد بها اس، اختار الاختيار اللي بي اس، اختار الاختيار اللي يكون ايضا بي اس، يعني سي ام يعني هؤلاء الرجال، سي غارسون هؤلاء الاولاد، هاتان البنتان سيت في. هذا التمرين اللي ارسلناه والواجب، شلون راح نحل التمرين الاول؟ كلمة ايكوال مدرسة، هنا عندنا كلمة ايكوال مدرسة، ايكوال مدرسة، هذه مدرسة، هذه كلمة مدرسة مؤنث، كلمة مؤنث لكن تبدأ بعلة، فعندنا المون، مون ايكوال يعني مدرستي. طبعا هنا ممكن اخلي هذا الاختيار، ممكن اخلي ان، وممكن اخلي يعني ممكن ان، وممكن اخلي لو، وممكن اخلي بعد سو. اوكي بالاختيارات ممكن ذول ثلاثتهم اخلي هاي مون ايكول، لا سوري، ممكن اخلي ان، وممكن اخلي لا، وايضا ممكن الست هذه، هذول ثلاثتهم يرهمون، هذول بعد ليش؟ لان هذا قبل المفرد، قبل المفرد يعني ثلاثتهم ممكن اني اخليهم، هذول ثلاثتهم يصيرون، يصير اخلي هذا، يصير اخلي هذا، يصير اخلي هذا وهذا، ما يصير ثلاثتهم اجيبهم، لان يعني أنا أجيب اثنين ما يرهمون، هاي بيها إس ما ترهم مستحيل، لأن هنا ماكو إس أستبعدها. هذه للمؤنث، المفرد المؤنث. أيضا هذا مفرد مؤنث، بس لأن يبدأ بعلة نخلي له هذه المون، وممكن نخلي حتى تون. فما يصير، يعني ما يصير بعد نجيب التون وياهم. نجي على الثانية، أشوف الكلمة اللي ما بعد الفراغ، كلمة كاية، دفتر، مذكر، فهذا تسبق المذكر. أيضا ممكن هنا نخلي، ممكن إذا كان الاختيار نخلي لو، أيضا ممكن اللو، وممكن نخلي السو، وأيضا ممكن نخلي التون، وحتى إذا نخلي وياها المون إذا كانت مون موجودة، اللي تون هي موجودة، وحتى إذا فوتخ لين تسبق المذكر. هذول ثلاثتهم أيضا يرهمون، دول يصيرون، فاحنا نجيب بس وحدة ترهم، يعني وحدة من عندهم صحيحة والباقيات غلط. كلمة ساك حقيبة، مذكر، حقيبة مذكر، فنخليها فوتخ، لأن هاي جمع ما ترهم، وهذا للمؤنث، يعني هذول ثلاثتهم أيضا، هذول هذا ممكن يرهمون هنا، يعني يصير الحل مالتهم نفس الشيء إذا كانوا موجودين. هنا نشوف الاسم جمع اكو بي اس، فاختار الكلمة اللي بيها اس، يعني هنا ممكن ايضا تصير هذه الكلمة، ممكن وممكن نخلي هذه الكلمة، وممكن تصير اللي اوكي، وحتى ممكن نقول الفوس، هاي الفو اوكي، اذني نذكرها هذا الفو، هاي ثلاثتهم ممكن الحل يصير، ليش؟ لأن عندنا الاسم جمع. هنا كلمة شوم خامس نقطة، نقطة الخامسة، هاي شوم يعني غرفة، غرفة نوم مؤنثة من الإي، فأختار ما، المية مترهم الماء، وأيضا هذول نفسهم ممكن نختار لهم، هذول نفسهم يرهم، ثلاثتهم يرهمون هنا
إن شومبغ، لا شومبغ، سيت شومبغ. هنا كلمة ليف كتاب مذكر، كتاب مذكر، فما يصير اختاره لأن ما به إس، يعني ما اختاره من الإس، هذا للمؤنث. كتاب كلمة الوحيدة وهي كلمة رجل، الكلمة الوحيدة، هذا أكد عليها، الكلمة الوحيدة اللي بيها إيه لكن هي مذكر، هي كلمة رجل، كلمة رجل. أيضا ممكن أستعمل هذه الكلمات، هذه للمذكر، هذه الكلمات ممكن أخليهم هنا ثلاثتهم، يعني دول البقية أيضا يرحم ولاد كلهم يسبقون، فأنا أجيب بس وحدة ترحم، يعني أجيب بس وحدة. كلمة هذه الكلمة جمع، أنا أعرفها من الإيس حتى إذا ما نعرف من الإيس، فأختار الكلمة اللي بيها إيس هذه هنايا، لأنها كلمة، هذا كلمة يعني جمع، فأختار هذه الكلمة. وأيضا الكلمات يعني هذولي رقم أربعة، أيضا رقم أربعة كلهم يرحمون، هذا هنا كلهم لأن الاسم جمع، صار واضح. هنا كلمة فواتيخ سيارة مؤنثة، فنختار ساء لأن المون ما ترهم وهي مو تبدأ بعلة، وهاي الجمع أستبعدها لأن هاي ما بيها إس، ما بيها إس، فأختار لهذه. وممكن الكلمات اللي هن مثلا بالرقم هذا، يعني هاي الكلمات ايضا، ايضا هنا للمؤنث ايضا يرهمون يصيرون، هذا الحل ايضا جاهز. هاي الكلمة جمع بها اس، اختار اللي بها اس، ومثل ما قلنا هاي الحالة ايضا هنا نفس الشيء، يعني كلمة ليف صارت جمع فنختار الجمع. هذه الكلمة ايضا جمع، اختارينا لها الجمع لان كايغ دفتر جمع مذكر، فاحنا قلنا اذا جمع بعد من اكو بي اس اختار الاختيار اللي بي اس. هذا يعني نظارات لونيت ايضا نختار اللي بي اس، وحالها حال يعني هذه الحاله. هنا عندنا فواتيخ سياره اختاريناها لا، ومثل ما ذكرنا في السابق بيها اس، هذه الكلمه اكو بيها اس، دفواغ يعني الواجب صارت لي لان ذول اثنيناتهم ما يرهمون. كلمه سبورت مذكر ما بيها اي، نختار المون، نختار كلمة المون، ونفس الحالات اللي ذكرناها. ندى في الدفواغ يعني الواجبات، إذا أحذف هذه، أحذف هذا راح ترهم هذا وهذا. بها إس اختارينا الكلمة اللي بها إس. أيضا كلمة فواسو يعني جيران اختارينا هذا الاختيار. هذا كل ما يخص الأساسيات لازم نتعلمهن، نفهمهن فهم على مود نعرف ماذا يسبق الاسم أو الصفة في اللغة الفرنسية. هذا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.